الخليج ومولودية الجزائر علق عليها توفيق دربال. تخرج الى التماس تنفذ مباشرة ناحية رقم 10 عثماني محمد توسيع وشعال بقبضة اليد. مازال الخطر مازال الخطر مازال الخطر. تسديد التسديد بعيدة ناحية عثماني يمرر ثم التوسيع راسية باليد باليد نعم هنا فيه بطاقة اليد لانه واضحة واضحة ومساعد الحكم رفع يده يوسف مفتاحي نعم شوف باليد واضحة وحشود في الانتظار ثم التسديد أرضية شوف تسديدة كان ذكية من حشود هنا حشود كان ذكي جدا لأنه ضرب الكرة بكل قوة في صراع ثنائي تنفيذ دائرية الشبكة الخارجية دائرية جميلة طرت إلى الشباك أم دائرية إلى الرؤوس فكانت دائرية إلى الشباك هذا اللاعب حشود عبد الرحمن طويلة ناحية الهجوم الهدف عن طريق اللاعب عجزي لصالح المولودية في الدقيقة 71 من الشوطية هذا من هذه المباراة في الكرة منخدعة أرضية أين كان دفاع أهلي برج بوعريريش ما فيش مراقبة لاعبين خرج وسط لاعب سويبع وكذلك عزي الذي سجل الهدف جاءته الكرة وكأنها فرحة أنصار المولودية الذين جاءوا إلى أهل برج إلى مدينة برج بوعريريش شوف الكرة اللاعب شوف عزي منين يدخل مفيش تسديد من ورا مفيش كرة هدف صحيح هدف صحيح والاحتجاجات متواصلة فوز اليوم فهو الفوز الثالث من خارج القواعد أمام دفاع تجنانت وكذلك التسديد العارضة الأفقية زياد كانت تسديدته قوية دفاع المولودية أكثر ثلاثية ممتازة فرحان بكل ذكاء بين اللاعبين مراوغة جسمانية رايعة إلى درجة التسديد والحارس الشوشي ومراوغته الجميلة والتسديدة القوية من ترارجة مازال خريفي فيصل يمر ناحية شواطي أخرى عزي شوف هنا كادت أن تأتي التعادل يكر كادت نهاية اللقاء وجيل هندسة الجزائر ميكي ذا